أهلا بكم مشاهدينا. قالت الأمم المتحدة إن 10 جنود مصريين من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى أصيبوا في إطلاق نار مصدره الحرس الرئاسي في بانجي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى. أيضا قالت الأمم المتحدة في بيان لها إن أفراد وحدة الشرطة المصرية كانوا في حافلة وتعرضوا لإطلاق نار كثيف من الحرس الجمهوري دون سابق إنذار، وأوضحت أيضا أنهم كانوا غير مسلحين وأنها إصابات اثنين منهم حرجة. وكانت وكالة سبوتنيك قد ذكرت أن مدنيا قتل أمس خلال تبادل إطلاق نار أمام منزل رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى بين الحرس الرئاسي والكتيبة المصرية في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وينضم إلينا من نيويورك مراسلنا نبيل أبي صعب. أهلا بك نبيل. نبيل، إذا تفاصيل بيان الأمم المتحدة، ما سياق هذه الحادثة وما دور هذه القوات في بانجي؟ نعم، سألت عددا من المسؤولين عن قوات حفظ السلام في الأمم المتحدة هنا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. الأنباء الأخيرة من جانب الأمم المتحدة تؤكد أن السيدة التي توفيت جراء حادث إطلاق النار كانت قد صدمت بالحافلة التي تقل وحدة الشرطة التابعة لقوة حفظ السلام، وهي وحدة الشرطة المصرية. ووفق المعلومات من الأمم المتحدة فإن الشاحنة أو الحافلة التي تقل عناصر الشرطة يعني سارعت إلى مغادرة المكان بعد تعرضها لإطلاق نار من جانب قوات الحرس الرئاسي. الشرطة المصرية وهي من ضمن قوة حفظ السلام لم ترد على مصادر النيران وحاولت تجنب الاشتباك، وسارع سائق الحافلة إلى مغادرة تلك النقطة، ولكن أثناء هذه المحاولة صدم تلك السيدة التي توفيت جراء الحادث. أيضا تؤكد الأمم المتحدة أن هذا الأمر يتم الآن تطويقه من خلال أولا قيادة البعثة قامت بزيارة ذوي الضحية، وأيضا من خلال التنسيق مع أفراد في الحكومة في جمهورية أفريقيا الوسطى بحيث تتم التحقيقات المناسبة في هذا الحادث، خصوصا أن هناك اتفاقية ترعى مثل هذه الظروف والحوادث بين الأمم المتحدة وجمهورية أفريقيا الوسطى. نعم. بالنسبة إلى الجنود أو عناصر الشرطة المصريين المصابين هم 10 كما ذكرتي، واثنان منهم إصاباتهم بالغة، ولكن وضعهم مستقر كما فهمت من هنا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. هذه البعثة موجودة هناك منذ العام 2014 لرعاية اتفاق سلام، وأيضا لمساعدة الحكومة المحلية في إصلاح أجهزة الأمن والشرطة ومراقبة إجراء الانتخابات، وأيضا الدفاع عن أو حماية المدنيين ومراقبة حالة حقوق الإنسان. طيب أيضا نبيل، هل ثمت أي أسباب مرجحة لهذا الحادث حسب مراقبين في الأمم المتحدة؟ هل ثمت أي أزمة مسبقة ترشح لمثل هذه الحوادث بين قوات حفظ السلام المصرية والحرس الرئاسي في بانجي؟ نعم، الوضع الأمني في بانجي هش، إذ أن اتفاق السلام الذي وقع عام 2014 أوجد حالة من سلطات الأمر الواقع بين تحالف السيليكا الذي يسيطر على الجزء الجنوبي الغربي من البلاد ومجموعات مناهضة البلكة التي تسيطر على القسم الباقي من البلاد، وهناك مناوشات مستمرة وخروقات أمنية بالمئات تحصل شهرياً. أيضا جمهورية أفريقيا الوسطى هي من النقاط الخطرة لقوات حفظ السلام في الأمم المتحدة، إذ أن
عدد الضحايا من بعثة الأمم المتحدة بلغ خلال السنوات السبع الأخيرة نحو 137 ضحية جراء حوادث من هذا النوع. وبالتالي الوضع الأمني الهش والخروقات الأمنية المستمرة لم تجنب قوات حفظ السلام مثل هذه الحوادث في السابق، وهذا الأمر تكرر اليوم. أيضا سألت عن سبب وجود عناصر الشرطة المصريين في تلك النقطة، فهمت هنا في نيويورك أن هذه الوحدة من شرطة الأمم المتحدة كانت وصلت قبل ساعات قليلة إلى مطار العاصمة وكانت في طريقها نحو مقر عملها قرب أو يعني بمحاذاة القصر الرئاسي على بعد نحو 120 مترا أثناء مرورها واتجاهها نحو مقر إقامة الشرطة التابعة للأمم المتحدة. ويبدو أنها يعني كانت هناك في لحظة حرجة، وواضح أن فتح إطلاق النار لم يتم يعني بإنذار مسبق، لم يكن هناك أي مؤشرات إلى وجود مثل هذه الوضعية هناك، وبالتالي تعرضوا لإطلاق نار مباشر دون إنذار مسبق. شكرا لك نبيل أبي صعب من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، شكرا لك.